جيف. ورجعنا معكم مستمعينا الكرام، ودائما في الاستماع وتواصل على راديو مارس، ودائما مع الرياضات الفردية والجماعية بعيدا عن كرة القدم. نمشي الكاراتيه، ونذكروا المستمعين الكرام بأن المنتخب الوطني المغربي للكاراتيه تمكن من أنه يحصل على 10 ديال الميداليات خلال الدوري اللي احتضنته ألمانيا مؤخرا، منهم 6 ديال الميداليات ذهبية، وكانوا بواسطة عبد الرحمن دقاق، كذلك أيوب علي، أيمن تكريمة، أسامة درعي، وبلال بعمرية، بالإضافة لأسامة الخربو. أما بخصوص الميدالية الفضية فكانت ياسين سكوري، لؤي بن همة، وآية الناصري، ومراد الورزازي، فتمكنوا من أنهم يحصلوا على ميدالية برونزية. ونذكروا بأن هذو كلهم أسماء شابة، أسماء باقي المعدل السن ديالهم صغير باش يشاركوا في مثل هذه المنافسات. نمشيو لعند الإطار الوطني، سيمونير الأفقير. سيمونير مرحبا بك معنا على راديو مارس. الله يبارك فيك أخت ليلى، وشكرا على الاستضافة ومواكبة راديو مارس لرياضة الكاراتيه في المغرب. حنا اللي كنشكركم على الإنجازات الكبيرة اللي كتحققوا موسم أو الدورات والأخرى، لأن كنشوفوا بأن الأبطال المغاربة ولو حاضرين بقوة في جميع يعني في جميع المنافسات، والآن كنشوفهم كيستعدوا الجائزة الكبرى اللي انتم في صدد التهيئ لها يعني بترسانة كبيرة. ملي كنشوفوا شبان كيمشي ويحصلوا لنا على الميداليات 6 ديال الميداليات الذهبيه، يعني ماشي سهله. وبالنسبه لهاد النتيجه اللي حققناها فهي جات ثمره واحد العمل اللي هو دؤوب وقمنا به في خلال التربص الاخير اللي مباشره باش مشينا ليه لمدينه كوبلنس. دونك هذا العمل كان شاق، والحمد لله عطى الثمر ديالو، اللي هي نتيجه ايجابيه، وشرف المغاربه والكل أشاد بمستوى اللي ظهروا ليه المغاربة، وكنا جد فخورين، لأن الحمد لله حسينا برأسنا بأن الرسالة ديالنا وصلت من خلال هذه التتويجات اللي قاموا بها هذه المتبارين. نعم سيمونير، من خلال المشاركة ديالكم مني كنهضروا على الشبان، فكيكونوا أكثرية يعني التعليمات اللي كيتعطوهم على أنهم يشاركوا من أجل المنافسة، من أجل احتكاك، من أجل اكتساب الخبرة، ما كيكونش مطلوب منهم بزاف النتائج. واش نفس الشيء بالنسبة للكاراتي أو لا؟ أنتم مني كتشاركوا في شي دوري فكتكونوا مطالبين بتحقيق نتائج إيجابية. دونك نعطيك الاخت ليلى غينو بدا على هذه البطوله، هي داخله في اطار البرنامج الدولي للجامعه الدوليه دوبل في كا اف، اللي عرفت مشاركه 700 متباري، راه واحد العدد اللي كبير، وبحضور 7 دول اللي هي اغلبيتهم هولندا والمانيا وبلجيكا، اللي كيتعرفوا بالمستوى الكبير اللي كتميز به هذه الفئات العمريه ديال الفتيان والشبان. كما سبق لي وذكرت في حوار سابق على الاهداف اللي الاهداف اللجنه التقنيه اللي كنطمحوا ليها، عندنا اهداف قلنا قصيره المدى اللي هي بطوله العالم الكبار، وقلت اهداف قصيره بعيده المدى اللي هو العمل على الفئات الصغرى خاصه الفتيان والشبان، لانهم مقبلين على فئات الكبار باش يوصلوا لنا اكثر حنكه واكثر يعني اكثر نمو تكتيكي، اللي غادي يخولنا ان يكون عندنا واحد ابطال في الفئات الكبار، وهي الفئه اللي كتكون خصهم يستدرجون جميع الفئات. لهذا كنعملوا على هذه الفئات هذه، وكما قلنا بان عندنا اهداف لهم بعيده المدى، ولكن كان دائما خصنا نبينوا للعالم اننا قادمين، وبس بين العالم انك قادم ضروري خصك النتائج تكون ايجابيه. والحمد لله نتيجه هذه المشاركه المغربيه في هذه البطوله فهي كانت جد مشرفه، وحصلنا استطعنا الحصول على المركز الاول بست ميداليات ذهبيه، وحده فضيه وثلاثه برونزيه. هذه البطوله الحمد لله كما قلنا جات في اطار استعداد المنتخب الوطني استحقاق الدوليه الرسميه، ووصلنا المغرب الحمد لله لواحد النتيجه اللي هي بقات كتبرهن يوم بعد يوم العالم اننا قادمين لمشاركه مجموعه من الدوريات اللي هي دوليه. اخيرا استطاع المغرب كي يطلع لمنصه التتويج، والحمد لله كلشي عارف بان المغرب راه قادم، ولكن راه باقي كينتظرنا العمل كثير، والدؤوب كيبقى غير العمل المتواصل، لان كاين الجديه وكاين العمل المتواصل، والحمد لله ان شاء الله غادي نوصلوا للعالميه.
ان شاء الله. وهادشي اللي كان هادشي اللي كنتمناو سي منير، قبل ما نودعك ففين وصلوا الاستعدادات ديالكم للجائزة الكبرى؟ الحمد لله الاستعدادات ديالنا راهي قائمة على قدم وساق، وكنطمحوا ان شاء الله اننا نزيدوا ناكدوا للعالم اننا قادمين، وبذلك باننا كنستخلصوا مجموعة من النقاط الإيجابية اللي كتخلينا اننا نتقدموا يوم بعد يوم، خاصة واننا نذكركم بان الجانب التقني بدا كيتطور كثير، ان زيادة الثقة للعناصر ديال خاصة رغم انها صغيرة بدات كتزاد الثقة ديالها، وداخل اهم شيء وهو القتاليه داخل البساط استحضار الهدف الاسمى اللي هو القتاليه من اجل رفع رايه الوطن، وهذا اللي كنزيد نطور العناصر خاصه في التربصات ديالنا والتحكم جميع اطوار المقابله، وغادي نزيد ناكد ان شاء الله للعالم اننا قادمين ان شاء الله من خلال هذه البطوله ديال كاس محمد السادس اللي غادي تدخل في البريمير ليغ، وان شاء الله لهذا التحضيرات هي يعني جايه، وخاصه اننا المغرب ولا معروف بالتاطير ديالو للبطولات وبالاضافه التوازي للابطال اللي غادي ان شاء الله غادي يحمروا الوجه ديال المغاربه، وكنتمنوا ان يكون الجمهور حاضر ان شاء الله والمسانده الاعلاميه ان شاء الله، وما يكون غير خير، والقلوب المغاربه نتمنى ان يكونوا معنا ان شاء الله، وغادي تكون عندنا الكلمه مستقبلا. وشكرا لكم الاخت ليلى، وشكرا للمواكبه ديالكم لرياضه الكره. شكرا لك منير افقير.